معانا على الهاتف الاستاذ محمد الابيض، رئيس شعبه شركات الصرافه. نرجع للدولار تاني. استاذ محمد، مساء الخير. مساء الخير استاذ رميس، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. سعر الدولار النهارده كام؟ زي ما انت دايما متفائله بان الدولار هينزل وقايمه بدور كبير في هذا الموضوع، اعتقد ان احنا بنتكلم تحت ال9 جنيه النهارده. كويس. وما زال هناك تخوف، والحاجه اللي عايز اقولها لحضرتك ان الاسواق شبه متوقفه تماما، الناس خايفه تشتري الدولار خوفا من نزول اخر، يعني ده وده جاي وارد. الاسعار تحت ال9 جنيه، وان شاء الله بكره لازم اقول لك ان الدولار بينزل بصوره كبيره جدا في الفتره الجايه. لازم نقول، اتفضلي، ايه اللي لازم محتاجينه تاني علشان يستقر السوق؟ القرار بتاع السحب والايداع بالنسبه للشركات اللي غير اللي هي بتستورد اشياء غير غذائيه او سلع اساسيه، يسيبوهم يحطوا الدولار في البنك يعمل ايداع، ايه المشكله؟ ولما يجي يفتح له الاعتمادات ممكن يفتحها له بطريقه متتاليه، يعني مش لازم تبقى سريعه، وبذلك بس نسيب الدولار يخش في البنوك، يعني نسيب الايداع ده موجود. كون ان الشركه تيجي عايزه تحط مليون دولار ما تحطه، وبعدين انا لما احب لما تيجي تفتح الاعتماد بتاعها وهي مش من السلع الاساسيه والضروريه يبقى لها دور، او يبقى لها يعني وضع لما يكون في متوفر في البنوك. القرار ده مهم جدا. الحاجه اللي عايز الفت النظر ليها كمان استاذ لميس، ودي مهمه قوي، ان هناك معتقد من الناس اللي في الخارج سواء في دول الخليج او المصريين ان مصر ممنوع تخشها باكثر من 10,000 دولار. ده مهم توضيحه، وده ممكن يتم عن طريق سفاراتنا في الخارج لما الناس تنشر هذه المعلومه وتوزعها. الجمارك هنا لازم تحط الكلام ده. واذا كان انا النهارده مدام لميس واحد جاي لي من دول الخليج معاه 500,000 دولار وعايز يدخل مصر، يثبت ان هو معاه 500,000 دولار ويدخل مصر. في حته مهمه تعيد الاستقرار وتعيد الثقه، ان حضرتك اذا هو ال 300,000 دولار او ال 500,000 دولار تبقى معه 100,000 او 150 او 200، يستطيع ان يخرج بها مره اخرى الى بلده. من هنا نديله الثقه ان هو يجي معاه فلوسه، ما عندوش مشكله يخش في اي وقت. قرارات البنك المركزي الاخيره اللي عايز اقول ان كان لها تاثير كبير جدا جدا على ضبط السوق. عايز اطمنك ان التحويلات المصريين في الخارج هتعود وبقوه. ليه؟ لان السعر اصبح قريب، والسبب الاساسي في عودتها بقى ان هو مش محتاج الدولار من بره عشان يحوله، لان البنوك خلاص النهارده ابتدت تاخد منه وفتحت له سقف السحب والايداع، فيقدر يعمل ويحول من هنا. عايزين نكمل الخطوات دي بتحويلات ممكن تكون سريعه للشركات دي، ما نعطلهاش كتير. هو من هنا مش هيحتاج الدولار من بره خلاص. وبقول لحضرتك ان الدولار دلوقتي بره مش الناس لمته في الفتره السابقه مش عارفين يبيعوه، مش قادرين، لان ما عادش فيه طلب على دبي و و و والدول دي، لان هو خلاص النهارده بيحط هنا ويقدر ما يحول من هنا، وبنك تو بنك، والامور انا اعتقد ان شاء الله هتكون للاحسن في الفتره الجايه. والدولار قيمته اللي بيحددها كود اقتصاد بلدنا مش الاقتصاد الخارجي. وعايز بس اضيف حاجه بسيطه لو اذنتيلي، انا بضم صوتي لصوتك. انت حضرتك نسيتي بس واحد من الوزراء اللي اتظلموا اللي هو الدكتور يوسف بطرس غالي. طبعا، لا انا قلت اسمه على طول. لا ازاي؟ المهندس رشيد، محمد رشيد، اللي احنا قرينا خبر امبارح استاذه لميس، ما اعرفش حضرتك تقدري تاكدهولي او لا، ما اعرفش مصدره، ان الدكتور يوسف بطرس غالي هو المكلف الان باخراج اليونان من ازمه افلاسها من قبل البنك الدولي. ده حقيقي. فأنا أرجو إن الناس يعني وهو مستشار لدول كثيرة، منها اليونان تمام ومنها تمام دولة تمام الإمارات ومنها تمام، مش عارفة أقول لك إيه كمان يعني. والناس ما سرقتش يا مدام لميس، صدقيني دول في غنى عنهم يسرقوا. رشيد، محمد رشيد يسرق، يوسف بدر صغير يسرق، يعني ما عندوش ولا يرتشي ولا يسمع.
ان حد عنده احنا في حاجه لعوده هؤلاء، لان هم عقول مصر اللي لا يجب ان نتخلى عنها ولا هم يتخلوا عنا، وكفايه بقى يعني كفايه ظلم الناس كتيره يعني مش هم بس. وارجو انك انت دايما تكوني الصوت المدافع عن المظلومين. بشكرك جدا استاذ محمد الابيض، رئيس شعبه شركات الصرافه.